ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي إلهي وخلاقي
السلام علیکم اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے دربار میں عمرہ کے لیے ہم حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اس میں آسانی پیدا فرمائے اور قبول فرمائے. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.